السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. افادت صحيفة ماركا الاسبانية ان الدولي المغربي يوسف الناصيري لاعب اشبيلية رفض من جديد العرض الذي قدمه فريق ويستهام من اجل ضمه خلال الميركاتو الحالي. واكد المصدر ذاته ان ويستهام يونايتد قدم عرضا للاعب المنتخب المغربي للمرة الثانية يبلغ 20 مليون يورو، علما أن النادي الإنجليزي كان قد قدم عرضا أولا قبل عام ونصف بقيمة 30 مليون يورو ولكنها قبل بالرفض. وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن النصيري يرى أنه يعيش في المدينة التي يحبها وفي النادي الذي يقدم له كل شيء في الوقت الراهن في مسيرته المثيرة، إلا أنه يطمح إلى تلقي عروض من أندية أكبر من ويستهام. ويأتي الاهتمام ويستهام باللاعب إشبيلية يوسف النصيري بعد عروض التي قدمها رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.